هنيئا لنا الصعود اللي هذه 4 سنوات وحنا كنتقاتلوا عليه الحق. هذه السنة هذه اللي كانت سنة غير السنوات اللي دازت بهذا الكوفيد 19، الحقيقة كنا في الدور الأول كنا غاديين مزيان، ولكن نظرا لهذا الكوفيد 19 تقلبت الموازين وظهر المغرب الفاسي بعد الكوفيد بواحد الصوره باهته في المقابلات الاولى، والحمد لله استدرك الموقف ورجع للنتائج ديالو الايجابيه وحقق 3 انتصارات متتاليه اللي عطاتو الصعود وراء شباب محمديه بنقطه. الحمد لله هذا الانتصار هذا اللي جعلنا اننا نكونوا في واحد النشاط كبير، لان المغرب الفاسي ماشي المكانه ديالها هي هذه. المغرب الفاسي فارق ديال الالقاب، المغرب الفاسي فارق ديال التاريخ، المغرب الفاسي فارق اللي عطى المنتخب الاول عدد كبير من اللاعبين، اللي عطى المنتخب اللي فاز بكاس افريقيا 76 4 لاعبين، اللي عطى الكاس الفريق اللي دا كاس افريقيا الشبان 5 اللاعبين، اللي موزع اللاعبين ديالو على الفرق جميع الفرق ديال المغرب، وكذلك الحراس كنشوفوا الحراس الكبار اللي كاينين في البطوله المغربيه القسم الوطني الاول كالزنيتي كالتاكناوتي كالعلاوي، يعني كاين الصخره كاين واحد 5 ولا 6 ديال الحراس كبار اللي كيحكموا يحرسوا في القسم الوطني الاول. فريق اللي عنده اللي فريق حضاري اللي عنده جمهور كبير يضاهي جميع الجماهير المغربيه اللي في الرجاء واللي في الوداد واللي في الجيش، يعني واحد الفريق اللي هو الرابع على صعيد النتائج على صعيد الالقاب في المغرب بعد الوداد والرجاء والجيش، يعني فريق اللي يستاهل المكانه ديالو الحقيقيه هي هذه. هو رجع لها، ماشي كنقولش انا طلع، كنقول حنا رجعنا للمكانه ديالنا ان شاء الله، وما غاديش نعاودوا ان شاء الله ننزلوا. وكنطلب من المسؤولين ديال الفريق المغرب الفاسي لا اللي في مدينه فاس ولا اللي في مدينه الدار البيضاء يديروا اليد في اليد ويرجعوا الامجاد ديال الفريق المغرب الفاسي بحال اللي حقنا الثلاثيه في 2011، لان فريق المغرب الفاسي والمدينه فاس والنواحي ديالها فيها طاقات كبيره اللي يمكن لها تعطي الاضافه لفريق المغرب الفاسي بدون اننا نجلبوا لاعبين من فرق اخرى. احنا اليوم فرحانين وديما ماس ديما 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 الله يبليك بحب الماس تتلبس دربالة مصاوية ما يلبسها من ولا، الله يبليك بحب الماس تتلبس دربالة مصاوية ما يلبسها من ولا. شكرا. اولا بعدا كنشكروا الفريق المغرب الفاسي اللي عاد المكانه الطبيعيه ديالو، كنشكروا رئيس فريق المغرب الفاسي سي اسماعيل الجمعي والعائله الجمعي على المجهودات اللي عطاها، الفضل ديالها هي اللي كتجعل باش يعود فريق المغرب الفاسي. كنشكروا كل الجماهير وكنتاسفوا بحراره لاننا كان املنا كبير اننا نتابعوا المباراه هذه المباريات هذه من ارضيه الملعب، ولكن جائحه كورونا ما كانت تمكنوا شيء. الحمد لله بعد ان فريق المغرب الفاسي عاد فريق كبير ذو مرجعيه تاريخيه كبيره ذو حموله، يعني كنتمنى ان المكتب المسير يعني يحظي داك يعني ما يكررش الاخطاء اللي ارتكبت في المكاتب السابقه، وانه يبني فريق كبير، فريق اللي يكون كينافس على الالقاب. ولا عودنا عليه فريق المغرب الفاسي دائما منذ السنوات الماضيه انه فريق الامجاد والالقاب، وكنتمنى ان شاء الله ان فريق المكتب المسير فريق المغرب الفاسي انه يجلب اسماء كبيره، اسماء اللي كتليق باسم المغرب الفاسي واسم مدينه فاس، لان في مدينه فاس لان كما وعدنا بها الرئيس كنتمنى انه يفي بالوعد ديالو ويجيب لنا لاعبين من العيار الثقيل باش فريق المغرب الفاسي انه يشاركنا على الالقاب ويعود بنا يعود للوراء كما كان كيحصل الالقاب. وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انه الحمد لله بعد على العوده ديالنا، وكنشكر كل الجماهير اللي ساندت فريق المغرب الفاسي وكل مساند من قريب ومن بعيد المكتب المسير كل ما زادوا. وان شاء الله الرحمن الرحيم الفريق المغرب الفاسي غادي يقول الكلمه ديالو، والعوده ديال المغرب الفاسي غادي تعود يعني الامجاد وغادي تعود البطوله، وان شاء الله نلعبوا على البطوله ان شاء الله البطوله عطله الابطال ان شاء الله علي ما لا وكما عاهدنا بالسابق. وشكرا لكم وشكرا لكل اللي حضر معنا في هذه الجلسه، الى اللقاء.